حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الاعمش بهذا